لن تقلق أسماء آدم عبد الله الطالبة في كلية هندسة الاتصالات بجامعة جوليس بهرجيسة بعد اليوم بشأن قلة كتبها الدراسية، فجامعتها دشنت أول مكتبة إلكترونية بأرض الصومال وصومال عموما للتغلب على قلة المكتبات والكتب الدراسية في البلاد، فبمجرد نقرة واحدة تستطيع الوصول إلى الآلاف من الكتب والأفلام المرئية والمسموعة. وتقول أسماء إن واقعها التعليمي تحسن بشكل كبير بعد هذه المبادرة. لم تكن هنالك كتب كثيرة، يعني تجد أن الأستاذ يدخل ومعه كتاب فيقول للطلاب إما تذهب وتعمل نسخة من الكتاب أو تكتبه من السطورة. الآن ما في شيء من كل هذا، تذهب إلى المكتبة تبحث عن الكتاب تجد فيه. تحتوي المكتبة في شكلها الحالي على أكثر من 50,000 كتاب ونحو 10,000 مادة فيلمية بين مسموعة ومرئية. وتقول إدارة الجامعة إنها تسعى إلى توسيع دائرة الاستفادة منها، وذلك بإنشاء بوابة إلكترونية على شبكة الإنترنت سيكون بإمكان أي شخص الولوج إليها من خلال حساب خاص مقابل رسوم رمزية. الحاجة لهذه الكتب والمعلومات لا تقتصر على الطلاب، فالمهنيون في الطب والهندسة وغيرها من التخصصات بحاجة إليها أيضا، لذا ففي المرحلة التالية سنوفر هذه الكتب للجميع مقابل رسوم، ليس لتحقيق ربح بل لتغطية تكاليف المشروع. نتوقع أن يساهم هذا في التغلب على مشكلة قلة المكتبات. هذه المبادرة تأتي كخطوة أولى في خلق أمل لنحو 15,000 طالب وطالبة في جامعات أرض الصومال التي تشهد طفرة وإقبالا متزايدا في السنوات الأخيرة. ففي هرجيسة وحدها تجد ما يربو على 10 جامعات، إلا أن قلة المكتبات العامة تقف أكبر عقبة أمام النهوض بالتعليم الجامعي، ويبدو أن تجاوزها سيأخذ وقتا طويلا. هي خطوة هامة في رحلة الألف ميلي للتغلب على مشكلة قلة المكتبات التي تؤرق القطاع التعليمي في الصومال، ويرى القائمون على هذا المشروع أن الأمر بحاجة إلى دعم يتجاوز الجهود الفردية. جامع نور، الجزيرة، هرجيسة.